لقي اليوم 5 أشخاص مصرعهم وجرح 7 آخرون في حادثة سير نجمت عن اصطدام سيارة شحن بسيارة أجرة كبيرة شمال الشرق آسفي. روبورتاج نزاف عزيزي ومحمد شحيمة وخالد بن قدور. غرفة مقاومة الصدمات بمستشفى ابن طفيل لا تكف عن استقبال ضحايا حوادث السير. أحد الجرحى 7 للحادثة التي وقعت نواحي اليوسفية نقل إلى هنا، وهذا ما يتذكره عن الواقعة. أسير الوالد أخويا مشينا ندوزو داكشي ديال مخازن ليا، ما جابش الله فيهم خضري بقا تما. جيت أنا الوالد في الطاكسي تمنى جايين، أنا دانت من الناس ما حسيت بلي راسي تجي هنايا. الوالد دابا ما عرفتش فين كاينه. الحالة ديالو تيعاني من واحد الكسر في الرجل ديالو، واحد فراكسيور في مورال بليس واحد تروماتيزم كرانيو فاسيال. في انتظار تتميت فحوصات، حنا العناية ديالنا راه قايمين بها. الحادثة وقعت حوالي 11 صباحا بين اليوسفية وجمعة سحيم عند اصطدام سيارة أجرة كبيرة بسيارة لنقل البضائع. الحصيلة ثقيلة، 5 قتلى و7 جرحى. هذا السيد كان جاي من جهة اليوسفية تكرة في البنو ديالو على اليسر، مول الطاكسي جاي من اسفي دار قدامه ودخل فيه مول الطاكسي. الطريق كنعتبروا احنا نقطة سوداء، دات شحال ديال الارواح حصدات وشحال ديال حوادث السير، ولا حياة لمن تنادي. دائما كانت احتجاجات وكانت عرائض وكانت رسائل سواء ديال سيارات الاجرة او ديال الحافلة او ديال المواطنين العاديين. هذا حال طرقاتنا يوميا، دماء تراق لتحصد وتحصي ضحايا جدد. فمرة اخرى ايها السائقون، مزيدا من الحذر واحترام القانون.